السلام عليكم، شحالكم يا كرباس؟ انتم تصنتوا البودكاست من القلب، واخترت اول حلقاته نبدا بمواقع التواصل الاجتماعي واضرارها فوائدها، شنو نظره الناس لها وشنو تجاربهم. واخترت اليوم نبدا بالفاشينيستا، وضيفتي الليله مدونه لتعطينا رايها بالفاشينيستا، ومعانا في الاخير طفله قطعت فاشينيستا، وطبعا للحفاظ على الخصوصية ما نذاكرين أسامي الأشخاص اللي يطلعوا معنا في البودكاست حسب إرادتهم طبعا، واللي يبقى يغير صوته ويغير. المهم أن نناقش في البودكاست المواضيع الاجتماعية اللي يعاني من هذا المجتمع. وشكرا لكم. نبدأ مع ضيفتنا. شحالك يا كرباس؟ شنو رأيك بمفهوم الفاشينيستا كعمل؟ لأنه هو المريوق منه هو كسب المال، هل أنت تشوفي أنه عادي ولا يخسر شيء، أم أنت من الجهة الثانية اللي تقول أنه حرام ولا يتواسى ولا يلا حد يوحل فيه، خاصة الطافلات الصغيرات اللي مازالوا ما هم عارفات أي طريق يقبلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا بك وسهلا، برافو عليك، مبادرة جيدة وطرقتي باب من الأبواب المسكوت عنه، وهذا موضوع متشعب الأطراف. أعتقد أننا ما نلاهي نعطو حق ونشبعوه الحديث، ما همني نعود نقبل ياسر من الوقت، ولكن لاهي نختصر ونقبل النقاط الأساسية نتكلم عنها، اللي هي ظاهرة الفاشينيستا. شفتي ندخل الموضوع. الفاشينيستا انتشرت في السنوات الأخيرة بسبب انتشار وسائل وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن كمجتمع أي رواية دخيلة علينا عادة ما تقبل مجراها الطبيعي، لازم تقبل طرق ملتوية. راهم فيهم صفحات موريتانية شبابية نسوية طبعا عندهم محتوى رائع جدا، لكن الفاشينيستا دخلت دخيلة على المجتمع، ومنين عاد دخيلة عليه؟ عاد دخيلة عليه بشكل غير إيجابي، وذلي ما فاهم الجمهور، على انه الجمهور سلم اللي هي فياك تقبض الثمن. انا ماني ضد المرأة على انها تعود منتجة، ماني ضد المرأة انها تعود متحررة، لكن هون شوي نوضح الرواية، على ان التحرر هو التحرر من قيود المجتمع، ما هو التحرر من الدين، له التحرر من الأخلاق نهائيا. الحرام يالتعود ذاك اللي حرم مولانا، والحلال ذاك اللي حلل مولانا، ما هو ذاك اللي حلل المجتمع ولا هو ذاك اللي حرم. تبقى قيم ومبادئ عند المرأة مهما كانت هي شن هي، ما يرضها تتخلى عنها، لأنها بدونهم لا تسوي شيء. هذه الفاشينيستا اللي دخلت الأسواق الموريتانية دخلته بطريقة جايبة معها بضاعة رخيصة جدا للأسف الشديد، جايبة معها انحلال أخلاقي، جايبة معها تخلف فكري، جايبة معها بداوة في أي شيء. خرصيلي قوليلي أي وين الفاشينيستا اللي جابت فكر جديدة ثقافية للمجتمع، فكر إيجابية يسوى هي شنية؟ ترايهم تفطني، ترايهم الكثير منهم مسلخ قاع من الهوية، ما عنده علاقة قاع بالمجتمع اللي هو يمثله، ما عنده به علاقة، حتى عدم رقابة في ترويج المنتوجات الموجودة فوضى، ما فيم واحد تروج شي ما تعرف قاع هو أصلا شنو هو، لأنها لي تقبض الثمن خلاص الآخر عليكم، توما الجمهور، توما هم المستهلك. وفهم الكثير منهم استغلوا الشهرة وبدأ يسوق منتجات مغشوشة، وبعض الإعلانات تفتقر المصداقية، وهذا من اللي أكد لك عدم الثقافة الموجودة في فاشينيستا الموريتانية، لأن المستوى أصلاً لا يعود، ما هو ما بمستوى علمي.
كيف ما قلت لك الموضوع اللي انتي نتكلم عنه نقاط وجايين نجبروا فيها ياسر من الوقت حتى واحنا نختاروا نختصروا ونقولك انهم يحاربوا بطريقه واحده يلي قد يحاربهم بها المجتمع. شنو هي الطريقه اللي قدوا يحارب بها؟ هي شنو قالوا؟ تبليك الفاشينيستا، اللي هي حضر الفاشينيستا يلي يتم حضرها من صفحات الجمهور. هي ما يخلق دونه، صفر، لا تسوي شي دونه نهائيا، باللي هي مجرد هاتف. الفاشينيستا اللي عندك مجرد هاتف، بدونه ما يخلق. شكرا لك، هذه وجهة نظرك طبعا، ونحن نحترم وجهات النظر كاملين، ونقدر نعود نتفق معك في بعض النقاط التي غير خالقة. النقطة الأخيرة اللي قلتي نقدر نعود ما نتوافق معك فيها، هي النقطة اللي قلتي مقاطعة الفاشينيستات والبلوك وهذا الشيء. بالنسبة لي أنا هذا رأيي الخاص طبعا، وسبب قاعد اللي مخليني نعدل هذا البودكاست ما هو محاربة أشخاص أفراد مثلا أو صفحات، بالعكس أنا هدفي محاربة فكر، لأني أنا أهم عندي إن هذا البودكاست تصنت له فاشينيستا أو طفلة كانت تتخمم إنها تعود فاشينيستا فتراجع نفسها. لأن المشكلة ما هو في الخطأ، المشكلة في الاستمرار على الخطأ. لأني أنا كشخص نقدر نعود نظرتي أنا وأنت ما هي واحد بي، لي أنا تقريبا كنت نعدل شيء كيف تقطع ولا شيء، ديك الساعة كان منين يجيني رجاج وينصحني إني نوقف عنده. أنا كنت نعتبره إنسان يبقي للخير حق، لأنه لولا إنه كان مهتم بمصلحتي ما يقول لي فلان هذا حرام أو فلان هذا ما هو صالح. اللي يدفو بيه واللي ما هو زين إن يستمر الإنسان في خطأ هو يعرف إنه خطأ ويستمر فيه. يقول جلال الدين الرومي: العارف هو من رأى النهاية في البداية. جميل منين تعودي تشوفي تبعات الأمور اللي تعدلي أو أي خطوة تعدليها في حياتك، زين إنك تدرسيها، لا تخرصي هذه اللحظة، لا تشوفي سعادة ذاك الوقت، خرصي تبعاتها عليك. أنا كفاشينيستا مثلا اللي نتعود هذا الشيء لا يأثر علي، لا يأثر علي دينيا أولا ونفسيا ثانيا، ويأثر على الناس المحيطة بي، لأنه أي شخص يبقيني حق ما يبقي الناس تقول عني شيء. ثانيا لو سولتي أي حد في السوشيال ميديا قاعد بشكل عام مشهور كانوا سعيد دوري يقول لك أبدي. من الأشياء اللي فهمتها في هذا العالم أنك أنت لابد من تسمي دائما توب، لابد من تسمي دائما على الصدارة، وهذه الصدارة ياك تحصل عليها. لابد ذلك من تسمي دائما ترند، لابد من تسمي دائما تدخل الناس في خصوصياتك، مشاكلك مع الأشخاص، مع زوجك، مع أي حد من أسرتك أو أصدقائك، ياكش ياك الناس تشد أخبارك، ياك تسمي دائما ترند، ياك مشاهداتك تعود عالية، ياك الإعلانات تجيك. هذا يأثر نفسيا عليك أنت، هذا ما تخلنا في الإشاعات لأن الناس ما ترحم. هذه المشكلة، مشكلة أن تقبل طفلة صغيرة تشوف واحدة أخرى عاد فاشينيستا فتمشي هي وتعود فاشينيستا وهي ما هي جاهزة ذا العالم، ما شافت تبعاته، ما شافت النهاية كي قال جلال الدين، ما شافت ان هذا عنده تحديات كبيرة. واهم شيء بالنسبة لي انا اعتقد ان السلام النفسي ما تشري الفضة، يسوى اللي عدتي تجبري من الفضة وهذا وهما اللي يجبروا عادي، حتى يقير مهما لو عدتي تجبري ما خالق شيء ابدا ساوي سلامك النفسي. منين تعودي تعرفي ان من الارهاق ومن الكذب ومن العالم المزيف، الصحبه اللي ما هي حقيقيه، المحبه اللي ما هي حقيقيه، الاستغلال اللي تجبري، ذا كامل الاشاعات اللي ينقالوا عنك، حياتك اللي ما تلاته خالقه أتي للعلن، الجميع يشوفك، الجميع متربص لك، ما عندك ثقه بحد. وهذا مهم، أنا من نعود ما عندي ثقة بالناس المحيطة بي، ما عندي ثقة بأصدقائي، ما عندي ثقة بأي حد مشيت له مساج، ما عندي ثقة بحسابي إنه هكر. هذا راهو لك مشكلة كبيرة، إنك تعودي عايشة دائما مستعدة
مستعدة انتي تقاتلي. كون ده حرام والله حلال. شوفي نحن في دولة مسلمة ولا خارج حد، خاصة من الجيل الجديد ما يفاصل الحرام والحلال. إذا ما لنا محتاجين نقول له ده حرام والله حلال. والدليل خاصة لأن يتوفى حد مشهور، الناس كانت تتقلب. أولكم أنا تخلق لي صدمة. اللي يدير عليه الباس، اللي يعتزل مؤقتا، اللي يختفي، اللي يقول أنا وفيت من ذا. ليش؟ لو إن ما نعرفه إن اللي ماشيين فيه طريق اللي ماشيين فيها ما يصالحة، ما يخلقنا ذا. أوكي هو الله يرحمه وكذا وفو يغلين استمروا في حياتنا كنا عايشين بيها، يقال كوننا راجعنا نفسنا يسوى الفترة مؤقتة، يقال هذا إندل هو يدل عنا نعرفه أن الطريق اللي ماشيين فيها ما ترضي الله عز وجل. وفي الأخير ننصحكم وننصح راسي أولا، العلاقة الوحيدة اللي لا تخلوها تخسر هي علاقتكم بالله عز وجل. مهما أخطأت توب أرجع، لأن هذه العلاقة الوحيدة الحقيقية، لا أصحاب لا شهرة لا فضة لتبقى لك. وفي الأخير لين أختموا بتجربة طفلة قطعت فاشينستا لتقول لكم تجربتها. شكرا لكم ودعتكم مولانا. أول شيء أنا اللي خلاني أدخل هذا المجال ما هي مردة عن الروق الشهرة، أوكي، إلا وتو حد عنده رواية يشتغل عليها يبغى يوصل لأكبر عدد من الناس، هذا هو كان هدفي الأساسي لا أكثر ولا أقل. أغفلت عن ياسر من روايات وعيت عليها عاقب ذا، وعيت عليها أنت إلين قررت عني نوقف عن ذا اللي أنا ما أحلى فيه. بداية كيف أي تاجر عندها تجارتها الدور تجبر لها عملاء، أنا قارية دبلوم إدارة أعمال، نعرف كيف نتعامل مع الناس نخاطبهم، كامل عندي معرفة حسب القراية اللي قريتها. فقلت علاش ما نطبق ذا اللي قريته على أرض الواقع. عاقب ذا كانت في واحدة من الفاشينيستا ذاك الزمن، ما فات قاع مصطلح فاشينيستا عاد دارج بين البيضان، نشرت على حسابها عني أنا قدمت لها الخدمة الفلانية وأنا عدلتها لها كضو بلا أي مقابل مادي، لأن عرضت على سنابها فتبارك الله ذا الخلق اللي جاني عن طريقها. مع الوقت ابتديت ندرك نقطة اللي هي شنهي عن أهل موريتان، ما كافي عنك تكلمي مؤثرة أو فاشينيستا تتكلم عنك انتي تقدم الخدمة اللي انتي عندك، ولا ذاك النوع ياك تستقط بالناس ويجد عليهم عنك انتي عندك مثلا خدمة ولا تجارة ولا ذاك النوع. في عقلية ياسر من أهل موريتان شنهي عن انتي عيالتك ما تتصوري ظهر وجهك، لأنه البيضان عندهم فلانة ما ظهر وجهها إلا فيها رواية. من هون أنا ابتديت نصور يوميات البسيطة. المهم عادت نصور عادي وجهي ونصور جزء من حياتي الشخصية، بس ما هو انه بصيفة ملفتة حتى يقير. في نفس الوقت المحيط اللي كان حواليا كان في ضغط شديد علي، قد نقول لك يوميا صكة يوميا ضيقات اني انا لاش طالع، اني انا لاش متكلمة، اني انا ذا واحدة فيه الا العرض، وني 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 وني. وأنا ما كنت هامني نعرض شيء، ولاني بالخلق اللي هامه إنه يجي يعرض الباس ولا يتفاخر ولا شوفوا عندي ولا ذاك النوع. نو ما هو ذا اللي كان هامني. لين خلق تدخلات الخلق ولا تصوري وما أعرف شنو، حتى أنا قابلتها كأنها رواية عكس، حتى ما نضحك ضحكة ما صورت، ما نلبس لبسة ما صورتها، ما نوخض ما صورت، لأنه كأنها هذه حياتي هذه خصوصيتي، انتم اللي من تنشين في حياتي ما يعنيكم، كأني مجاوبتهم بهذه الطريقة. وأنا ما كنت نعرف أني أنا قاعدة نضر نفسي بذي اللي أنا قاعدة نعدله،
دور نقول لك باش ضريت نفسي. توسعت جماهيريا أكثر وأكثر وأكثر ما شاء الله. نطلب مني نلقي محاضرة على مجموعة من الأشخاص وكنت لها نواسية. أجبرت الوظائف في شركات وكنت لهم نتعاقد معاهم ونشتغل فم وكل شيء. كنت عاملة قاعد استقر في موريتانيا وكل شيء حسب ظروف الضغوط اللي كنت متعرضة لها من انتقادات ولاش تصوري ولاش 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 ولاش. وهون ابتديت نحل عيني على اللي أنا كنت فيه. من هون ابتديت نكتشف الزيف في عالم المؤثرات هذا. اكتشفت اني أنا كنت مستخدمة مستغلة لا أكثر. حتى بعد ظهوري وجاء شيء من الخلق تكلم وقال 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 ما سلكت من كلام. وصلت المرحلة أن نسأل الله السلامة والعافية في حد من محيطي مجتمعي صد على الخلق قالوا أني أنا قاعدة نكسب فضتي بالحرام. أني ما هو بس تصميم هو اللي ندخل به فضة. نو 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 أني واحدة في روايات ما هي على الطريق فمنها ندخل الفضة. جبرت ياسر من الإشاعات، جبرت ياسر من الكلام اللي ما نقدر نوصف الضغط النفسي اللي أنا كنت فيه. ألين كثير علي الكلام، كثير 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 ما نقدر نوصف لك الكلام كيف دمر حياتي. الكلام السلبي اللي ينقال لي، الكلام اللي وصل للعرضي اللي قاعد نقول أنا قاعد أسويه فضل أن أجبره ما يساوي ذا كامل. واختفيت تقريبا شهري عن النت، وقفت كل حساباتي وكل شيء وما تلات نتواصل مع حد. وهون من شي حق عرفت أنه ذا الخلق كامل بلا استثناء من ذول اللي ينقالهم مشاهير وفاشينستات للأسف ما هم صحبة، ما هم أنهم رواقيج يعتبرهم حد أنه حد قربهم منه ذاك النوع. أنا لا كنت مجرد شخص استغلوه لا أكثر ولا أقل. ما أنا وخذ البلاصة، ما جاني شيء من الخلق، ما يعرفني يسلم علي وخيرت أنت فلان الفلانية. اللحظة اللي حليت عيني على أني أنا عدلت خطأ كبير في حياتي، أني أنا كنت حكما كيف اللي مسلطة كاميرات على حياة الخاصة للناس. لين قعدت مرة في جماعة والجماعة ما هم عارفيني، عادوا يردوا في تفاصيل من حياتي أنا ما شكيت عني أنا صورتها ولا نعتها للخلق. هون من بعدها أنا قررت خلاص أنا نرجع لورا، أنا نرجع نحافظ على خصوصيتي، نحافظ على حياتي الخاصة. علاش؟ لأني أنا نفسيا اتدمرت من الكلام اللي قال لي. أنا قست طبيب نفسي وتكلمت معاه على اللي مريت به من ضغوط نفسية. حسيت أنه ذا كامل ما هو ساوي على سبة أني لا ينحط سلوكيات. ونقول لك عنها مسألة أنك تظهري في الأضواء والناس تعرف فيك ولكن ما هي ساوية نهائية. لا تعودي كيف الله يستنى بستر إن شاء الله كيف اللي قاعدة في الدش والخلق يتفرج عليك. ما يساوي قاع أنه حد يقدم عليها، ما يساوي قاع أنه حد عشان فتنة وقيات يوحل فيها لين حد يتخمن فيها من شي حق عشان راحته النفسية عشان صحته ما يقدم عليها قاع.